متأكد من حسين، يعني أنا متأكد من حسين. أنت فاكر البركات من أكتر الناس؟ قعد ست شهور أو خمس شهور في الأول، في الأول الأولانيين طبعا. أنا بقول لك بركات من أكتر الناس اللي مش عارفين شبه بركات بالظبط، لكن الطريقة بتاعت بركات، خفية الجسم والكلام ده. لكن بركات طبعا حدوتة تانية. بركات حدوتة تانية. بركات ممكن يكون بيلعب في نفس البوزيشن بتاعي، لكن أنا بشوف إن هو من الناس اللي ممكن تقول عليها مثلا من مثل الاعلى. شوف رغم ان السن قريب طبعا في الكوره طبعا، يعني من واحنا صغيرين حتى لما كان بيلعب في السكه ولا حاجه، كان من النوادر ان انت تتفرج على حد وانت بتلعب معاه، يعني انت بتلعب ضده بس ممكن تتفرج عليه، فاهم انت؟ صح. يعني انت قاعد بتلعب في الفرقه اللي قصاده، بس لما تيجي الكوره عنده تشوف هو ليه طريقه كده ما صعب حد يوصل لها يعني. طبعا فبركات خد معانا وقت مش طويل، وبعد كده بقى بركات بالظبط اتظلم اعلاميا كتير جدا، كتير جدا، لان هو واحد من عناصر اللي ليها مكانه كبيره جدا عند الناس، وليها رصيد جامد جدا، وليها يعني مؤثر تاثير شديد جدا في كتير جدا من البطولات.